عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ثم لايك عشان يوصل لك كل جديد. والآن نوفيكم بإنقاذ سيدة من تحت أنقاض عقار مدينة نصر المنهار. نجحت قوات الإنقاذ في انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض العقار رقم 30 بشارع محمد عبد الوهاب المنهار بأرض الجلفة بحي الشرق مدينة نصر، وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتواصل الأجهزة المتواجدة بموقع الحادث البحث عن ناجين. ويتواجد بموقع الحادث الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بيرافقه اللواء طارق رشدي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة للإشراف على عمليات إنقاذ السكان المتواجدين تحت أنقاض. كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا بانهيار العقار المكون من أرضي وأربع طوابق، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين. كما انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن المفقودين من عدمه، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف في مكان الواقعة. وبهذا قد أوفيناكم بإنقاذ سيدة من تحت أنقاض عقار مدينة نصر المنهار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، دعمنا ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.